ورجعنا لكم مرة تانية وأيام حافلة بالأحداث بتحصل في مصر. لو دخلت نمت ساعتين بتصحى بتلاقي أحداث جديدة، يمكن زي ما قلنا على اليوم الرابع على التوالي المجزرة لسه شغالة ما بين وزارة الداخلية، أنا آسفة أقول وزارة الداخلية، إحنا كلنا مصريين بس للأسف، وزارة الداخلية وما بين المتظاهرين ساحة حرب. عايزة أقول لحضراتكم إن في هتشوفوا معانا النهاردة يمكن الحاجات المستخدمة ضد المتظاهرين، الأسلحة القمعية اللي بتتم ازاي، بيتم كل ده. خليني اقول لكم ان منورنا في الاستوديو النهارده دكتور ممدوح حمزه، المهندس الاستشاري وامين عام المجلس الوطني. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، صباح النور، ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ يسعد صباحك ونهارك سعيد وصباح الخير. ربنا يخليك. ممكن نتعرف على ضيوف حضرتك كمان؟ انا معانا احمد فضل من شباب المجلس الوطني، صباح الخير، ومن المقيمين في الميدان. صباح الخير. وممدوح سيد منسق العلاقات العامة للجان الشعبية، أفكركم باللجان الشعبية اللي تكونت تلقائيا في 18 يوم الأولين، حمت الميدان وكانوا نازلين في المناطق بيحموها لأن ما كانش فيه شرطة، وقامت بدور كبير جدا. وأنا أشكر طبعًا البرنامج إن سمح لي إن أنا أجيب معايا اتنين من شباب الثورة المقيمين في الميدان عشان هما خير من يتحدثوا عنهم، عن الميدان وعن طلباتهم وعن ليه نازلين الميدان اكتر من اي شخص اخر. ده فعلا، بس خلينا فعلا نبدأ عشان ده سؤال ناس كتير جدا بتتسأله، الناس دي موجودة في الميدان ليه وعايزين ايه وطلباتهم ايه؟ لو طلبت من حضرتك دكتور ممدوح بداية، حضرتك شايف المشهد السياسي في مصر شكله ايه دلوقتي؟ انا بصراحة مليش في السياسة قوي، انا اقول لك موقف الثورة ايه وده اللي اقدر اتكلم فيه اكتر. وانت تلاحظ ان انا كنت مختفي تماما لما بدا المشهد السيادي يشتغل ما بين انتخابات وخلافه. الثوره قامت لاهداف محدده، وكانت الاهداف دي لو انتوا جبتوا التلفزيون شطات التلفزيون اثناء الثوره وبصيتوا على اليافطه المكتوبه، بصيتوا على اليافطه الكبيره جدا اللي احنا علقناها على اكبر عماره اللي فيها مطالب الثوره واضحه، وكان من ضمنها دستور جديد بالمناسبة وعزل سياسي وتطهير وعدالة اجتماعية، لم ينجز شيء، لم يتحقق شيء، بل بالعكس بدأت تقوى ويتبجح النظام السابق، بدأ يطلعوا في التلفزيونات وبدأ يقول لك والله لو أقسطونا هنوقف القطارات وهنوقف الدنيا، وكان هناك دعم كبير جدا ليهم من مدير شؤون البلاد للدرجة كان بيقول لك والله ده هناك رعاية للثورة المضادة من مدير شؤون البلاد بالتصريح ليهم ب 13 حزب. الموقف ايه؟ لو حضرتك برضو دخلتوا على الفيسبوك بتاعي والتويتر هتجد ان من حوالي شهرين قلت انتظروا الموجة الثانية للثورة قادمة وسوف تكون دموية. يعني حضرتك شايف ان احنا دلوقتي بصدد ثورة جديدة؟ لا مثورة، اسمها الافا الموجة، كذا زي ما قلت بالظبط، الموجة للثورة جاية طالما لم تتحقق أهداف الثورة. اللي بتيجي الثورة بتيجي بشرارة، شرارة صغيرة، ما فيش رشد سياسي عن اللي بيتعامل مع الجماهير، ولا رشد ثوري، ولا فاهمين سيكولوجية الناس. إيه اللي يمنع يعني المجلس العسكري والداخلية يجيبوا كده مجلس استشاري شعبي، مجلس ساعي سيكولوجي يعرفوا يتعامل؟ أولا الشرارة هنا يعني الشرارة بتاعت الثورة بتاعت 28-25 يناير، الشرارة كان مظاهرة بمناسبة عيد الشرطة، دعا عليها أحمد سعيد زي بو عزيزي في تونس، عندنا أحمد سعيد قبل بو عزيزي في مصر، دي كانت شرارة الثورة. خالد سعيد أنا قلت إيه؟ أحمد سعيد. خالد، معلش بقى الميجا بايت ضربة معايا الصبح. خالد سعيد هو كان الشرارة مع طلب الاعتماد على مظاهرة في عيد الشرطة، دي كانت الشرارة. الشرارة الدور ده ايه بقى؟ ايوه، ان 27 من البؤساء في الارض اللي هم المصابين الذي لم يستمع اليهم احد. هو عايز بس اقول لحضرتك كمان ان يمكن في مع المعتصمين من اهالي الشهداء كان في معتصمين ناس عاديه، 120 هم كانوا كلهم 120 200 مش كده برضه؟ بالظبط، صح. 120 قبل انا ما كنتش موجود، انا كنت في دمياط بالمناسبه، انا كنت في دمياط، كنت في طريق العوده من موقعة المينا والمشاه. فالحصل ان طبعا هناك من اعطى الداخلية تعليمات، لان الداخلية مش اشتغل بدون تعليمات، وانا متأكد من هذا لان انا تقربت للداخلية لما بدأت اعمل برنامج المراقبة الشعبية في الشارع، فحطوا لي واحد لواء
تعامل معي منذ هذا التاريخ بنحاول اسمه اللواء ماهر حافظ. فأنا متأكد إن جالهم تعليمات بفض هذا الاعتصام بالقوة. هنا خطأ جسيم. ولو أنا مانيش عندي حسن نية أقول لك ده عنف، طلب عنف متعمد وممنهج، لأنه استمر أثناء الثلاث أيام. كل ما يخلصوا يروحوا عاملين غارة تانية، غارة تالتة، وكل غارة بقى بيحصل عكس ما تنبأوا به. كانوا فاكرين الغارة هتمشي الناس، يقوم التويتر يشتغل والفيسبوك تشتغل والمسجز يشتغل والناس تيجي تيجي تيجي. اللي حصل دي شرارة، ما هيش السبب. الناس ما حققتش أي هدف، ما فيش اقتصاد، ما فيش أمن، ما فيش عزل سياسي، ما فيش تطهير، ما فيش عدالة اجتماعية، ما فيش حاجة، بل بالعكس شايفين الثروة بتسرق منهم. فلا أول شرارة نزلت الناس. طيب أنا عايزة أجي لحضراتكم لميدان التحرير تحديدا. يمكن الناس ما بتتعلمش من 28، يمكن نفس الأحداث بتكرر مرة تانية ويمكن أوحش بكتير. فياريت حضراتكم تنقلوا للسادة المشاهدين ميدان التحرير وساحة الحرب الموجودة فيها عاملة ازاي، بداية من يوم السبت، بداية من فضل الاعتصام بالقوة والمعاملة مع المتظاهرين ورمي جثث المصريين في الزبالة زي ما شفناه، وشفنا كمان فيديو يمكن اتعرض عندنا دلوقتي عن ضابط اللي فخور ان هو صاب مصري اخوه في عينه، بيقولوا له جدع يا باشا انك عملت كده. فياريت حضراتكم توصفوا لنا وتنقلوا لنا المشهد في الميدان عامل ازاي. اتفضل. اتفضل يا ممدوح وبعدين احمد. هو كان يوم السبت حوالي تقريبا الساعه 1:30 الظهر. كان الجمعه طبعا اللي هي كان فيها الاخوان السلفيين موجودين كتير. قبلها كان في ثلاث خيام منصوبين في ميدان التحرير من قبلها، من يوم الاثنين اللي قبليه. يعني الاعتصام كان سابقا لما حدث، سابقا يعني لجمعه اخواننا كان موجود الثلاث خيام دول، كان فيهم مصابين، والمصابين دول هم ما خدوش حقهم طبعا في احداث الثوره. فحتى هم كانوا عاملين لنفسهم يونيفورم موحد كده، حاجه زي جلباب ابيض كده، وكاتبين علينا هم ما خدوش حقهم، مش مصابين في ايه، يعني كل اللي حصل لهم. الكلام ده من يوم الاثنين. فلما جه يوم الاثنين قبل الجمعه، يوم الاثنين قبل الجمعه. فلما جه يوم الجمعه حصل التظاهر. في ناس انضموا، في ناس انضموا للاعتصام كمان كتير بقى، كتير يمكن اكتر من 200 شخص. كان في حد داعي للاعتصام من قبل يوم الجمعه. كان دعوه للاعتصام، كان في دعوه للاعتصام من الشيخ حازم ابو اسماعيل اللي هو مرشح الرئاسه. فجه يوم الجمعه حتى لما طلع وقال انا شفت الرؤيه والكلام دوت، وقال انا مش مفيش اعتصام. الشباب اللي كانوا نازلين اصلا على الاعتصام زعلوا وبتاع وغضبوا، وكان حصل مشاكل كتير في اليوم دوت. كالجان شعبيه حاولنا نسيطر عليها على قد ما قدرنا يعني. الحمد لله اليوم عدى يعني على خير. ركز في الاحداث من يوم السبت. بالظبط. يوم السبت كان في ثلاث خيام باربعه، كان فيهم مصابين واهالي شهداء، ستات امهات اهالي شهداء. الساعه 1:30 تقريبا نزلت الداخليه شرطه امن مركزي ومعاهم ضباط، وطبعا زي ما بينزلوا كده وبدون اي مقدمات خالص، يعني حتى مش احنا متعودين مثلا يعني ايه، طب امشوا لا مش هنمشي، امشوا لا مش هنمشي. بدايه بالكلام الاول قبل ما استخدام العنف، امشوا لا مش هنمشي، فبيضربونا يعني. المره دي ما كانش فيه امشي ديت، المره دي في ضرب وفي تكسير خيم وفي ممكن تبان على شاشه التلفزيون كده. بلطجه يعني. هي دي بقى اللي احنا مش احنا بقى كده بلطجيه خالص يعني. اللي بيضرب من غير ما يسبب الكلام ده هو البلطجي. فبالفعل هم ضربوا في الخيم وفي اهالي الشهداء وفي المصابين. كان في حوالي مثلا في الميدان مع اهالي الشهداء والمصابين في ناس كتير كانت بتروح لهم كل يوم. ناس اي حد يعني بيبعث لهم اكل، حضرتك كده مثلا معديه ممكن تساعدي تجيبي اكل، تجيبي بطانيه، تجيبي كده للناس دي. كان في ناس كتير موجوده شافوا اللي حصل، ابتدوا يشتبكوا مع الشرطه. طبعا على الفيسبوك وتويتر زي ما الدكتور قال اشتغل على طول الموبايلات. سبحان الله يعني بعد ما العدد كان 120 200 مفيش يعني، بعدها بشويه صغيرين ساعتين بالكتير تقريبا ساعتين بقينا مثلا حوالي 30 40 الف يعني. هو في حاجه غريبه انا مش فاهمها دلوقتي برضو، اللي هي ايه، من ايام من اول الثوره خالص الداخليه معروف لما بتضرب فينا العدد بيزيد. فهي ضربت فينا خلاص. هي مش فاهم ايه عايزيننا العدد اللي بقولك ده. هي كان هناك رغبه في التصعيد المتعلم. انا دي اللي انا مش فاهمها خالص يعني، معروفه من ساعه ما بتتدرب العنف بيولد عنف. لو سمعتي ان احنا بنتدرب بتنزلي بيزيد، حتى لو انت مش جايه تشاركي جايه بتشوفي احنا بنتدرب ليه. فهم ضربوا فينا الميدان زي ما حضرتك شفتيه كده. طبعا من يوم السبت الساعه الميدان اتملى حوالي الساعه 3:30 تقريبا، صلاه العصر جت، صلاه العصر في الميدان. من صلاه العصر بقى لحد ما انا قاعد قدام حضرتك كده دلوقتي ضرب النار مستمر يعني.
ضرب نار ضرب نار. احنا يمكن معانا الاساليب يمكن معانا الاساليب اللي بيتم استعمالها من قبل المتظاهرين من قبل الناس الموجوده في الميدان عشان الغاز المسيل للدموع. احنا سمعنا ان الغاز المسيل للدموع جديد. مختلف عن بص بقى اللي كان موجود من 28. احنا بقينا دلوقتي خبره ما شاء الله، يعني هم علمونا حاجات كتير. الغاز اللي بتاع الايام ده اللي احنا فيها دلوقتي دي غير الغاز بتاع 28 واللي احنا جربناه قبل كده. هم اتطوروا وهم اتطوروا جديده يا دكتور. واحنا كمان حصل تطور في الجانبين. الاسلحه ديت طبعا ديت عينه من بعض الاسلحه، مش كل الاسلحه دي. قنابل مسيله للدموع. بس حضرتك عشان اوريها للكاميرا. دي قنابل مسيله للدموع مش مكتوب عليها اي حاجه، يعني حتى الطبيب نفسه ما يعرفش نوع الغاز ايه عشان يدي العلاج اللي يشفي منه. دي نفس القصه برضو. لا دي غاز اختناق، دي غاز مسيل للدموع، مش مكتوب عليها اي حاجه. الدكاتره الاطباء في العياده الميدانيه اكدوا ان دي غازات الار سي اللي بتستخدم في الحروب الكيماويه. ممكن نثبت مره تاني بس عشان الكاميرا. ايوه دي ما عليهاش اي حاجه، ما عليهاش اي كتابه خالص يعني، ولا تاريخ صلاحيه ولا صنعت فين ولا اي حاجه في اي حاجه. ودي برضو خرطوش. ده خرطوش، خرطوش حي. ده يعني ده اللي احنا لسه مش لاقيين له حل يعني. ده لما له حل على مسافه قريبه بيسبب ده. هم كمان بيركزوا على يضربوا على كل الاصابات في الراس، يعني اعتقد كل المصابين ظهروا كل الاصابات في العين. ويمكن كمان في مقالات كتير جدا من الكتاب الكبار جدا نازله النهارده في الجرايد عشان فكره ان كل الاصابات جايه في العين، في العين وفي منطقه الوش بالزبط. كلها تقريبا. طب احنا استخدمنا كل الاقنعه وكل يعني هو ده يمكن القناع الوحيد اللي جاب معانا نتيجه. استعملنا حاجات عشان كتير على فكره. ده جاب نتيجه شويه معايا. ده بقى اسباني ب 70 جنيه، في واحد بيتباع ب 10 جنيه ملوش لازمه. ملوش لازمه. لانه بتاع اخره، ده الوحيد اللي بتاع غازات وجاب معانا نتيجه لان كميه الغازات مهوله. لا وشفنا كمان فيديو احنا الشباب المصريين الجدعان يعني عامل تركيبه كده خميره بيره وميه. ده عشان الجلد يعني عشان يرطب البشره مش عشان الاختناق. طب يا ريت تكلمونا كمان عن يمكن المره دي في الميدان. يمكن في الاول خالص كنا بنشوف مستشفى او مستشفيتين، المره دي وانت ماشي في الميدان بتلاقي اكتر من ساحه موجوده مفروش. في خلال كل ساعه تقريبا فضل. كل ساعه تقريبا في حوالي لا يقل عن 300 مصاب. ده فعلا ان كل خمس دقائق كل ساعه خمس دقائق. لا المعدل لا معدل كل دقيقه مصاب. كل ساعه تقريبا في مش اقل من 300 مصاب. فازاي هنخليها مستشفى واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ ده غير الاسعافات اللي بتنقل على المستشفيات. على فكره عندنا ازمه في الخيوط، عندنا ازمه كبيره جدا في ومحتاجين كمان اطباء. دي دعوه للاطباء بتوع مصر يعني. محتاجين اطباء كمان في الميدان. يمكن بس احنا عايزين طبعا نشكر الاطباء اصلا ان هم متواجدين فعلا في الميدان وعاملين شغل كويس جدا. عاملين مجهود جامد جدا جدا. حد يقف بس عايزين اكتر لان الاصابات مش شايلين 24 ساعه. اصابات كتير. طب حضراتكم جايين من الميدان، المشهد هناك عامل ازاي دلوقتي حالا؟ ضرب نار، قنابل مسيله للدموع، شارع محمد محمود، قنابل مسيله للدموع. كان في فتره هدنه ما بين الساعة 2 للساعة تقريبا 7 الصبح. دي اللي فوجئنا فيها بحاجة غريبة قوي، ان كان هو طبعا المتظاهرين او المعتصمين واقفين في شارع محمد محمود في اوله. بالظبط. والشرطة او الداخلية اللي هي الامن المركزي يعني واقف في اخر شارع محمد محمود اللي هي قبل وزارة الداخلية يعني. حوالي الساعة 2 كده تقريبا بالليل هم الداخلية انسحبت للوزارة يعني. يعني مشوا على الوزارة. فطبعا الشباب ما رضيناش كله يروح يعني، قلنا يا جماعة ما حدش يروح لحسن يفتكروا ان احنا رايحين الوزاره. بس بعتنا حد يشوف بس ايه الاخبار يعني. فراحوا الشباب بصوا لا قالوا لا ده راحوا خلاص عند الوزاره. فابتدينا كلنا نرجع الميدان ونعيش حياه اللي هي الاعتصام العاديه بقى اللي احنا عارفينها يعني. اللي بنساعد بننظف الميدان بنعمل حاجه كده شويه صغيرين برده بس مخليين 3 4 واقفين يشوفوا الدنيا فيها ايه اللي هيحصل. احنا كل شويه بنتضرب. فلقيناهم جايين جري الحقوا تعالوا فجرينا كلنا. لقيناهم جايين تاني زي ما كانوا ووقفوا تاني بس فضلوا هاديين لحد الساعه 6 الصبح تقريبا 6 وثلث 6 ونص الصبح النهارده بدا ضرب تاني. مش فاهمين بقى يعني ايه. انا كنت بقول ان يا جماعه يمكن الشرطه خايفه ان احنا بنتقدم عليهم يقولوا ان احنا رايحين عند الوزاره. طب نرجع. طب ادي الشرطه المره دي جت لوحدها 6 ونص ومفيش شباب قدامها وضربت. طب ليه الواقع دي عاوزك تحكيها تاني لو تسمح. ارجوك ايه اللي حصل امبارح الساعه 2 بالليل؟ الشرطه انسحبت. احنا قلنا انسحبت يعني. بعتنا حد يشوف. رجعت الشرطه عند الداخليه وقفنا شباب قلنا عشان لو حصل اي اقتحام تاني او هجوم تاني على الميدان يعني. الساعه 6 6 وثلث 6 ونص كده تقريبا لقينا الشرطه. كنت انتوا فين؟ احنا في الميدان بس موقفين حد كشافه يعني يخلي باله يعني. لقينا فعلا هم رجعوا تاني زي ما كانوا ابتدوا يضربوا. طب انت مفيش حد قدامك بتضرب في مين بقى؟ حد في الواقعه دي مهمه جدا. حد في على مين؟ لان في كل مفاوضاتي مع الداخليه الفض الاشتباك يقول لك اصلهم بيهجموا علينا. طيب